واحد اثنين ثلاثة. الدباب يطق الباب. الله انا اللي بطقك الحين. سلام. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد. سحب جديد. الفيديو اليوم راح يكون مختلف جدا وراح يكون فيه سحب على ايفون 7. يا جماعة انا شفت تحديات وتجارب كثير في اليوتيوب، لكن زي اللي راح تشوفوه اليوم في القناة ما راح تشوفوه في اي مكان ثاني. في تحدي منتشر كثير على اليوتيوب. في تحدي منتشر كثير. خلاص تلعب وانا اصور. وجود يا اخي يكفي في الفيديو حق السلايم العجيب ذاك، سويت البالونه دخل يدي تتذكره؟ ايوه. في تحدي منتشر كثير على اليوتيوب اللي هو تحدي السكين الناريه. عشان نكون مميزين، عشان نجيب مشاهدات كثير، وعشان نجيب مشتركين كثير في القناه، لازم نكون مختلفين. كثير من اليوتيوبر نزلوا فيديوهات عن السكين الناري، واتوقع سووا كل شيء، السكين الناري ما خلوا شيء ما حطوه عليه. في ناس جربوا سكين ناريه على سفنج، وناس جربوه على خشب، وناس جربوه على حديد، وفي واحد جربه على بطنه، لكن ما في احد حط السكين الناري على رقبته. عشان كذا انا اليوم راح احط السكين الناريه على رقبتي. الاشياء اللي راح نحتاجها اليوم الغاز، ولا راح نحتاج قفازات عشان نحمي يدنا، وراح نحتاج سكين. ايش بتقطع بصل انت ولا ايش؟ يا عجبك ذي يعني؟ ايش رايك في هذه سكين؟ انت ما تقطع بيتزا عادي. طيب ايش رايك في ذي؟ ايش؟ طلعت لنا اياها ذي. وراح نحتاج هاللابتوب، راح تعرفوا خلال الفيديو ليش راح نحتاج هذا اللابتوب. طبعا ريان راح يتفرج من بعيد. ريان روح بعيد عشان تتفرج. تفرج ريان. طبعا الشيء اللي راح تشوفوه اليوم خطير جدا، واتمنى ما حد يسويه نهائيا. راح نستخدم هذه السكين. سكين حادة. انتم شايفين؟ راح نستخدم طبعا الان زي ما انتم شايفين هذه السكين الناري اللي صارت حاره حمرت. عشان نجيب مشاهدات مشتركين قررنا نحط السكين الناري على رقبتي. خالد اهم شيء انت مستعد الحين؟ يلا بسم الله. نفسيا مستعد؟ بس بشويش من الطرف من بعيد. ها ما عليك، اهم شيء خالد انك انت مستعد. صدقت انت. صدقت انت. طبعا طبعا مستحيل نسوي الشيء ذا. احنا سوينا الفيديو هذا بعد ما شفنا فيديوهات كثيره منتشره للسكين الناريه، وفي ناس استخدموها بشكل خاطئ يعني، فقررنا نسوي الفيديو ذا. يعني ان شفنا شيء مو صح، في واحد منزل فيديو، خلينا نشوف الفيديو مع بعض. استخدم السكين الناري بطريقه يعني بشكل جدا خاطئ. الحين بنوريكم، بنشوف الفيديو مع بعض. الان راح نشوف مع بعض الفيديو حق الاخ اللي ما ادري ايش كان يفكر صراحه. ما نقول له الله يهديك، ما ادري ايش كان يفكر يوم حط السكين على بطنه. يلا نشوفه سوا. غبي. نشوف المقطع هذا سوا ونعلق عليه مع بعض. يلا. اجرب تجربة ما في حدا باليوتيوب كلها جربها طبعا. يقول بجرب تجربة ما حدا في اليوتيوب جربها. بنشوف ايش بيصير. ايش حيصير يعني؟ خلينا نشوف ايش حيصير. واحد يحط سكين على بطنه ايش حيصير؟ حتنحرق بطنه اكيد. واحد يحط سكين على بطنه ايش حيصير؟ حتنحرق بطنه. الفيديو اللي كنت راح اعرض لكم اياه وكنا راح نشوفه مع بعض لشخص يوتيوبر عنده 10,000 مشترك تقريبا، يمسك السكين ويسخنها بالنار وبعد كذا يحط السكين على بطنه. الفيديو وصل تقريبا الى 500,000 مشاهده، واتوقع كثير منكم شافوه. واليوم اكتشفت ان الفيديو انحذف من قناه هذا اليوتيوبر. ممكن يكون الشخص حذفه بنفسه، وممكن تكون اداره اليوتيوب هي اللي حذفت الفيديو لانه في محتوى غير ملائم، واصلا الفيديو يعني غلط في غلط، فماني متاكد اداره اليوتيوب حذفته او الشخص هو حذفه. رغم اني حفظت الفيديو هذا قبل لا ينحذف من اليوتيوب، لكن بعد ما اكتشفت ان الفيديو انحذف من اليوتيوب قررت اني ما اعرضه قناتي. ريان ايش رايك بالتصرف اللي سواه؟ مو كويس. المشهد اللي شفناه جدا خاطئ. هتكسب ديسلايكات. والمشكله انه 13,000 لايك و7,000 ديسلايك. والمشكله الكبرى انه لقينا 13,000 لايك على الفيديو. ليش لايك؟ لايك على ايش؟ الرجال بيحرق نفسه سووا له لايك. احسن لك لا تقلد هذا اللي بالبطن، والله على طول يمرض. لو قلدته حتمرض على طول، ما لي دخل. وما له دخل. انا الومه والوم اللي سواله لايك والوم اللي انا اسوي له ديسلايك. يعني حتى لو تبغى مشتركين بزياده، تبغى مشاهدات، في طرق كثيره، لكن انك
تعرض صحتك للخطر. ممكن في اطفال يشوفوه ويقلدوه، وممكن في ناس سووها وقلدوه بس ما نزلوا الفيديو على اليوتيوب ولا شفناه. فعشان كذا احنا حبينا ننزل الفيديو ذا نصيحه وتوعيه انه غلط كذا ترى يا جماعه. انا ما بتفلسف عليكم، لكن اذا شفت تجربه في اليوتيوب، شفت شيء اعجبك، بلغ ابوك، بلغ اخوك الكبير، بلغ اي شخص راشد انه انا ابغى اسوي التجربه هذه. دائما خليك انسان عقلاني، تعرف تحكم الشيء الخاطئ من الشيء الصحيح. دائما خلي عقلك كبير حتى لو كنت صغير بالعمر. بكذا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى الشروط اللي راح تدخلكم في السحب على الايفون 7. كل اللي عليك تسوي لايك، تشترك في القناة وكومنت وتكتب كومنت، شاركوا على السحب وتفاعلوا خير وان شاء الله تفوزوا. واتمنى من كل واحد منكم يكتب في الكومنت رأيه عن الفيديو اللي عرضناه وعلقنا عليه انا وتركي وريان، ورأيكم عن بعض الفيديوهات المنتشرة لاستخدام سكين ناري بطريقة غير سليمة. اخيرا راح يطلع لكم هنا اخر فيديو بالقناة، وهنا راح يطلع لكم احد الفيديوهات المميزة، وهنا راح يطلع زر الاشتراك. نشوفكم من احيانا وحياكم الله ان شاء الله في الفيديو القادم يوم الاثنين الجاي الساعة 2:02. سلام.